ابن أعظم سلطان عثماني اللي فتحت جيوشه مدينة موسكو. تزوج من يهودية ووافق على توطين اليهود، فاتح قبرص وتونس وأول السلاطين العثمانيين الضعاف اللي أراد حفر قناة السويس، السلطان العثماني رقم 11 سليم الثاني. فيا ترى من هو السلطان سليم الثاني، وما هي قصة حياته، وما هي أهم المعارك والفتوحات اللي حصلت في عهده، وما سبب تسميته بسليم السكير، وإيه هي علاقته باليهود، وإزاي تحكمت زوجته اليهودية نوربانو في الدولة العثمانية، وما هي أهم إنجازاته، وكيف أثرت على الدولة العثمانية والعالم الإسلامي من بعده، وكيف كانت نهايته. لكن قبل ما نبدأ ياريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وقول لنا رأيك في التعليقات. يوم 28 مايو 1524 ميلادياً في مدينة اسطنبول نشأ سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني من زوجته السلطانة هرم. وفي صغره تلقى سليم الثاني تعليم على مستوى عالي جداً، واشترك في الحملات العسكرية لوالده السلطان سليمان القانوني اللي في أواخر عهده حصلت سلسلة من الصراعات الداخلية والمؤامرات بين أولاده سليم الثاني وبيزيد، وانتهت المنافسة دي بين الأخوين بهزيمة الأمير بيزيد وإعدامه بأوامر من والده سليمان القانوني. فأصبح بكده سليم الثاني هو ولي العهد والابن الوحيد اللي على قيد الحياة للسلطان سليمان. وسنة 1566 ميلاديا أصبح سليم الثاني بعد والده هو السلطان العثماني الجديد. لكن بدأ عهد سليم الثاني بتمرد من قوات الانكشارية اللي رفضوا دخوله العاصمة اسطنبول إلا بعد حصولهم على منحة جلوسه على العرش، مستغلين بداية ضعف شخصيته وخوفه منهم، فاضطر للاستجابة لمطالبهم ودفع لهم الأموال. عشان يتحول الموقف ده لعادة استمرت بعد كده في الدولة العثمانية لقرون، بيحصل من خلالها الانكشارية على مكافأة مالية عند مبايعة أي سلطان عثماني جديد، واللي ما بيدفعش كانوا بيتمردوا عليه، وكان ده من أسباب ضعف الدولة العثمانية. كان سليم الثاني هو أول سلطان عثماني يتخلى عن قيادة الجيوش بنفسه ورفض الخروج في الحملات العسكرية، فهو أول سلطان عثماني لم يحصل على لقب غازي، وهو اللقب اللي لا يمنح إلا للسلطان اللي بيجاهد بنفسه في المعركة. أبقى سليم الثاني على صهره سقل محمد باشا في منصبه كرئيس للوزراء أو وزير أعظم، وترك له إدارة شؤون الدولة ومنحه صلاحيات غير محدودة جعلته المتحكم الرئيسي في الدولة العثمانية. لكنه كان من وقت للتاني بيتدخل في بعض قرارات سقل محمد باشا، وكل الأعمال العظيمة والمهمة اللي حصلت في عهد سليم الثاني كان سقل محمد باشا هو الرأس المدبر لها، واللي لولاه لكانت انهارت الدولة العثمانية زي ما هنشوف كمان شوية. وكانت أول التحديات اللي واجهت سليم الثاني هي خروج اليمن من إيد العثمانيين وسيطرة الإمام الزيدي عليها، وكان وقتها لليمن دور مهم في حماية العالم الإسلامي من خطر السفن البرتغالية في المحيط الهندي. فأرسل سليم الثاني سنة 1568 قوات عثمانية بقيادة عثمان باشا ووالي مصر تمكنوا من استرجاع اليمن. أما في أوروبا فعقد معاهدة سلام مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة في النمسا وألمانيا مقابل دفعهم الجزية. تزامن ده مع اشتعال ثورة البشرات الإسلامية في أسبانيا ضد القمع والتعذيب والتنصير اللي قام به الأسبان ضد مسلمي الأندلس، فكانت دي فرصة ممتازة لاستعادة الأندلس. وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بالتفصيل عن محاولات الدولة العثمانية لاستعادة الأندلس، ياريت تشوفه، هتلاقيه في علامة الاي اللي فوق وفي وصف الفيديو. وبالفعل أرسل والي الجزائر قلج علي لثوار الأندلس بعض المساعدات، لكنها لم تكن كافية، وكان ده نتيجة لتباطؤ السلطان سليم الثاني في دعم ثوار الأندلس ورفضه لمقترح سقل محمد باشا في إرسال حملة بحرية ضخمة ضد أسبانيا. فقام قلج علي بالهجوم على مدينة تونس التابعة للأسبان وفتحها سنة 1569 ميلاديا، لكن بشكل مؤقت. وفي الوقت ده كانت روسيا
بقيادة قيصرها القوي إيفان الرهيب بدأت تتوسع وتظهر كقوة عظمى في الشمال، ونجح إيفان الرهيب في احتلال الإمارات التترية الإسلامية زي قزان وأستراخان سنة 1556، وقام بقتل المسلمين واضطهادهم والاعتداء على الحجاج اللي بيمروا في الأراضي الروسية. فأعد سقل محمد باشا والعثمانيين مشروع لحفر قناة بتربط بين نهر الفولجا ونهر الدون، وده لمواجهة التوسع الروسي وتسهيل الوصول لآسيا الوسطى وربط البحر الأسود ببحر قزوين. ولتحقيق الهدف الطموح ده سنة 1569 جهز سليم الثاني وسقل باشا جيش من 20,000 مقاتل، انضمت ليهم قوات إمارة القرم التابعة للدولة العثمانية بالإضافة لجيش من عمال الحفر لتنفيذ مشروع القناة، وفرضت القوات دي حصار على مدينة أستراخان. لكن بعد فترة قصيرة انتهت الحملة العثمانية دي بالفشل، لكن العثمانيين لم يتوقفوا عند كده، فدعم السلطان سليم الثاني حملات عسكرية انتقامية ضد روسيا سنة 1571، واللي تحرك فيها تتار القرم المسلمين مدعومين بفرقة كبيرة من الجيش العثماني وقوات الانكشارية، واستطاعوا دخول مدينة موسكو في 24 مايو من نفس السنة، وقاموا بإحراق المدينة بالكامل. ولم يسلم من الحريق ده إلا مبنى الكريملين. وفي السنة اللي بعدها شنت القرم بمساعدة سليم الثاني حملة جديدة على روسيا، وصلوا فيها لحوالي 100 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة موسكو. فخاف إيفان الرهيب وسعى للصلح مع الدولة العثمانية، ودفعت روسيا جزية سنوية كبيرة واستجابت لمطالب سليم الثاني، وفتح الروس الطريق للحجاج المسلمين. وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بالتفصيل عن إيفان الرهيب، هتلاقيه في علامة الاي اللي فوق في وصف الفيديو. تزوج السلطان سليم الثاني من السلطانة نوربانو، وهي جارية يهودية من مدينة فينيسيا في إيطاليا، وبسبب جمالها وذكائها سحرت نوربانو سليم الثاني، وكان ده هو السبب في تسميته لها بالاسم ده نوربانو، واللي معناه سيدة النور. وتعد السلطانة نوربانو نموذج واضح لنساء فترة سلطنة الحريم، وهي الفترة اللي تحكمت فيها سيدات وجواري القصر العثماني في الدولة العثمانية بشكل مباشر عن طريق التلاعب بالسلطنة السلاطين والوزراء. فنتيجة لضعف سليم الثاني دار صراع ومنافسة بين أخته السلطانة مهرماه وزوجته نوربانو، حسم في النهاية لصالح نوربانو اللي أصبحت بتتدخل في إدارة الدولة من خلال تقديم المشورة والنصيحة لسليم الثاني والوزير الأعظم سقل محمد باشا، واستمر نفوذها في الإزدياد في عهد سليم الثاني وابنها مراد الثالث. وتقربت السلطانة نوربانو من اليهود زي سيدة الأعمال اليهودية إستر هندالي اللي تم تعيين إنها مسؤولة عن جمارك العاصمة اسطنبول طوال فترة حكم سليم الثاني وابنه مراد الثالث. فاستغلت إستر منصبها في تزوير العملة، وانعكس ده بالسلب على مالية الدولة، خاصة وإن النقود المزورة دي بعد كده زمن السلطان مراد الثالث بدأ يتم توزيعها على جنود الجيش العثماني. فتسبب ده في تمرد الانكشارية، وقاموا بإعدام عدد من الوزراء وقتلوا إستر هندالي في النهاية. بالإضافة لده كانت السلطانة نوربانو هي السبب في تعريف سليم الثاني على واحد اسمه يوسف ناسي، وهو تاجر يهودي غني من أصول برتغالية اللي وقع سليم الثاني تحت تأثيره ونفوذه، فصعد بقوة الصاروخ داخل البلاط العثماني، وأصبح ليه دور مهم في السياسة الخارجية للدولة العثمانية. فهو صاحب أول مشروع في التاريخ لتوطين أبناء دينه في أوروبا من اليهود حول بحيرة طبرية، وكان هو أول شخص يفكر في حاجة زي كده. وبالفعل تم تنفيذ جزء كبير من الخطة دي بموافقة من السلطان سليم الثاني، لكن مع اشتعال الحرب بين العثمانيين وجمهورية البندقية واللي كان يوسف أحد الداعين لها، تم التخلي عن المشروع ده وفشل. وقتها كانت جزيرة قبرص تابعة لجمهورية البندقية أو فينيسيا في إيطاليا، وكان يوسف الصديق اليهودي للسلطان سليم الثاني بيحلم إنه يصبح ملك على قبرص، فضغط على سليم الثاني لشن حملة عسكرية لفتحها، وأيد بعض الوزراء والعلماء المسلمين المقترح ده باعتبار قبرص كانت أرض إسلامية تم فتحها أكتر من مرة. لكن سقل محمد باشا كان معارض لفتح قبرص، وده لأنها هتكون السبب في إنشاء تحالف صليبي من الدول الأوروبية ضد الدولة العثمانية، لجانب خوفه من إن الوزير اللي هيفتح قبرص هينفسه على منصب رئيس الوزراء. لكن سليم الثاني لم يستمع له، وأمر بالتجهيز لفتح قبرص.
فعرفت البندقية بنوايا الدولة العثمانية وطلبوا المساعدة من الفاتيكان، فأرسل بيوس الخامس بطريرك روما الأموال للبندقية ودعا لتكوين حلف صليبي جديد ضد العثمانيين. انضمت لي كلا من جنوة العدو اللدود للبندقية بأسطولها بقيادة البحار الشهير أندريا دوريا، وأسبانيا بأسطول ضخم بقيادة البحار دون جوان، بالإضافة لبعض الدويلات الصغيرة زي فرسان مالطا وسافوي وتوسكانا. وسميت حالف ده باسم العصبة المقدسة. وقتها أبحرت القوات العثمانية في 27 يونيو 1570 بقيادة لالا مصطفى باشا ومؤذن علي زادة بقوة ضخمة بلغت 60,000 جندي و 40,000 بحار وأسطول ضخم من 370 سفينة، واتجهوا نحو جزيرة قبرص. وأبحر قلج علي بأسطول من الجزائر للمشاركة في الحملة. وفي يوم 25 يوليو فرض العثمانيين بقيادة لالا مصطفى باشا الحصار على مدينة نيقوسيا أقوى مدن جزيرة قبرص. وبعد 49 يوم من الحصار الشديد سقطت المدينة وتم قتل حاكم قبرص، فاستسلمت أغلبية مدن الجزيرة بدون مقاومة ما عدا مدينة واحدة وهي فاماغوستا. وعلى مدار 11 شهر استمر العثمانيين في قصف أسوار فاماغوستا، ودار بينهم وبين الإيطاليين قتال شرس وعنيف إلى أن سقطت المدينة في 5 أغسطس 1571. عشان بكده يتم فتح جزيرة قبرص بالكامل وتصبح ولاية عثمانية ل 300 سنة أخرى حتى عام 1878. وزي ما توقع سقول محمد باشا نتج عن فتح قبرص كارثة كبيرة وهي معركة ليبانتو البحرية في أكتوبر 1571 اللي دارت بين الأسطول العثماني المتفوق عدديا ضد أسطول العصبة المقدسة. وانتهت المعركة دي بهزيمة مدمرة للأسطول العثماني وانسحاب ما تبقى منه بقيادة قليج علي. لكن لو حابب اننا نتكلم عن المعركة دي بالتفصيل في فيديو تاني قلنا رأيك في التعليقات. وبعد الهزيمة الفادحة في ليبانتو تم تعيين قلج علي وزير وقائد للبحرية العثمانية، وعمل سقلو محمد باشا على إعادة بناء الأسطول البحري للدولة العثمانية بكل ما أوتي من قوة، مستغلا حلول فصل الشتاء وصعوبة إبحار السفن الأوروبية فيه. وبشكل مدهش وفي أقل من سنة تم بناء 156 سفينة جديدة، فارتعبت البندقية واضطرت لعقد الصلح ودفع الجزية للدولة العثمانية. استغل الأسبان ضعف الأسطول العثماني بعد معركة ليبانتو، وفي أكتوبر 1573 تمكنوا من احتلال تونس بقيادة قائدهم في ليبانتو دون جوان، وكان سلطان الدولة الحفصية في تونس مجرد تابع لأسبانيا. فأمر السلطان سليم الثاني بفتح تونس عام 1574، وأرسل أسطول كبير من 250 سفينة و47,000 من الجنود بقيادة قلج علي باشا وسنان باشا. وبعد عدة معارك واشتباكات عنيفة تم فتح تونس نهائيا وضمها للدولة العثمانية في 13 سبتمبر 1574، واستمرت تحت الحكم العثماني من وقتها حتى 300 سنة أخرى. وبعد فتح تونس انتهت حياة السلطان سليم الثاني بشكل مفاجئ يوم 15 ديسمبر 1574 وهو في سن 50. وكان السبب في ده حسب بعض الآراء هو إفراطه في شرب الخمر، في حين قال البعض إن ده كان بسبب انزلاق قدمه خلال استحمامه. لكن يا ترى هل كان السلطان سليم الثاني بيشرب الخمر؟ عرف عن سليم الثاني خلال فترة ولايته للعهد شربه للخمور بنسبة كبيرة، وبعد توليه الحكم قام برفع الحظر اللي فرضه والده السلطان سليمان القانوني على استيراد الخمور اللي كان بيتم تناولها من غير المسلمين، وأباح لغير المسلمين إعادة فتح خمارتهم. وحسب عدة مصادر هو أول سلطان عثماني يشتهر عنه الإفراط بشكل كبير في شرب الخمور، فلم يتناولها أي سلطان عثماني آخر إلا هو وبشكل أقل بيزيد الصاعقة. كل ده كان السبب في إطلاق اسم سليم السكير على السلطان سليم الثاني، وده يعتبر شيء عجيب لرجل بيجلس على قمة أقوى دولة إسلامية في العالم وبيحمل لقب خليفة المسلمين، في حين أن بعض الآراء الضعيفة بتنفي عن سليم الثاني شرب الخمر وبتقول إنها مجرد افتراءات من المؤرخين الأوروبيين. أنجب سليم الثاني 4 بنات و7 أولاد، كان أبرزهم هو ابنه مراد الثالث اللي أصبح سلطان
سلطان الدولة العثمانية بعد والده سليم الثاني. اعتبر عهد السلطان سليم الثاني هو بداية توقف صعود الدولة العثمانية، فهو كان أقل من كل السلاطين العثمانيين اللي كانوا قبله. لكن على الرغم من ضعفه إلا أن مساحة الدولة العثمانية زادت في عهده ولم تخسر أي شبر منها، وده بيرجع بشكل كبير لوجود رجال دولة أكفاء حول سليم الثاني. ومن بين المشاريع المهمة اللي ظهرت في عهد سليم الثاني هي مشروع حفر قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وده قبل حفر قناة السويس ب 300 سنة. فأمر السلطان سليم الثاني والي مصر بإجراء الدراسات الهندسية والمعمارية اللازمة للمشروع، وكان الهدف من ده هو حماية التجارة وطريق الحج والأراضي المقدسة من هجمات البرتغاليين في البحر الأحمر، وتسهيل عبور الأسطول العثماني إلى المحيط الهندي لقتال البرتغال فيه. لكن المشروع ده توقف بسبب رفض صقله محمد باشا وهزيمة ليبانتو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر، وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها. وتقدر تتابع حسابات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك. ولو حابب إن أنت تدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون أو بايبال أو من خلال الانتساب للقناة، هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. شكراً.